للمزيد من التفاصيل والمتابعة عبر سكايب من العاصمة الإيطالية روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد أرحب بك معنا. تحياتي للجميع. في هذا الوقت تحديدا يعني وقت ربما غير معلوم في يعني كيف ستزيد عدد الإصابات بكورونا، البعض كان يتوقع أنها ستقل مع وجود اللقاحات المضادة للفيروس، كيف ترى معدل تنامي الإصابة مرة أخرى؟ نعم، بالنسبة للوضع في العالم اليوم وصلنا لأزيد من 5 مليون اللي توفوا. بالنسبة لفائدة اللقاحات واضح للجميع، اليوم طلع تم إعلان بحث مهم في إيطاليا، 77.2% من اللي عندهم تطعيم لا يصابون مرة ثانية، 92% من اللي عندهم تطعيم لا يدخلون إلى المستشفى، و 95% من المصابين لا يدخلون إلى غرف الإنعاش. في نفس الوقت 94.8% من المصابين لا يتوفون، وهذا من أهم البحوث اللي تم إعلانه في المدة الأخيرة في آخر 6 أشهر بالتطعيم في إيطاليا وكثير من الدول الأوروبية. عشان هيك اليوم R0 مشير العدوى للأسف عشان دلتا انتقل من 2.5 إلى 7 قوة مشير العدوى بسبب دلتا، عشان هيك احنا شفنا في المدة الأخيرة كان عدد المصابين بارتفاع بسبب دلتا، وفي نفس الوقت عدد اللي توفوا بسبب دلتا بس حوالي 95% منهم غير متطعمين. نعم. الفرق بين الدول الغنية والدول أفريقيا والدول الفقيرة هو بنسبة التطعيم. يعني في الدول الغنية كل 100 شخص عنده 100 جرعة، في أفريقيا والدول الفقيرة كل 100 شخص عنده جرعة ونص. نعم. في كثير من الدول الأفريقية تقريبا كثير منها لا توصل 10% من تطعيم سكانها. ناخذ في عين الاعتبار انه في إيطاليا اليوم تقريبا 80% تم تطعيمهم، في أفريقيا كل أفريقيا 4.4% تم تطعيمهم. طيب. وهي الفرق بين الدول الغنية والدول الفقيرة بالنسبة للتطعيم، بالنسبة للمصابين، بالنسبة لدخول المستشفيات. طيب. وفي نفس الوقت بالنسبة للمقاومة لكورونا فيروس. دكتور فؤاد، على ذكر دلتا، مع ازدياد عمليات التلقيح هل نتوقع أن يعني يكون هناك متحور آخر لفيروس كورونا؟ أنا حسب رأيي وحسب البحوث اللي عملناها في آخر 3 أسابيع مع الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، إنه تقريبا في 80 دولة وخصوصا الدول اللي فيها انتشار قوي الفيروس بتراجع. الفيروس وصل ل 50 سلالة، 18 سلالة اللي تكلم عنها، لا يوجد سلالات جديدة خطيرة. آخر سلالة اللي نتكلم عنها هي سلالة مو مع سلالة دلتا ومع سلالة لامبدا. طيب. عدم وجود سلالات جديدة وطفرات جديدة للفيروس هذا يثبت أنه الفيروس بتراجع بسبب التطعيم. طيب دكتور فؤاد، أخيرا متى يتم تطوير اللقاحات؟ يعني أنت تعلم أن على سبيل المثال اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا يتم تطويرها كل عام، يعني كل عام يكون هناك إضافة لهذا اللقاح. فيما يتعلق بفيروس كورونا تحديدا، هناك بعض الدول التي بالفعل بدأت بتطعيم مواطنيها منذ عام تقريبا، متى سيتم تطوير اللقاح؟ متى نستطيع القول أن يعني لقاحات كورونا أصبحت مضمونة 100% وبالتالي يتم تطويرها لتؤخذ كل عام؟
نعم، اللي احنا بنعرف انه كل هاي اللي نتكلم عنه بأزمة، والترخيصات اللي تم في للقاحات اغلبها ما عدا فايزر هي ترخيص بأزمة. احنا بنوصل لدرجة انه انخفاض عدد الإصابات في العالم، ويصير كوفيد 19 مرض زي كل الأمراض، زي ما أعلنوا عن العقار الجديد في أمريكا اللي بيسبب تقريبا 50% من التوفي. لما نوصل لمرض الكوفيد مثل مرض الإنفلونزا، كل سنة نعمل كشف للسلالات الجديدة، والشركات لازم إجباري إنها تطور اللقاحات حسب آخر سلالات، وليس حسب سلالة دلتا ولا لامبدا ولا السلالة الأصلية. وهذا حسب رأيي بتعلق في نقطتين مهمات. نعم. كم متى نوصل إلى المناعة الجماعية في العالم وليس فقط في الدول الغنية؟ ثانيا، وجود أدوية ضد كوفيد 19 وليس فقط أدوية ضد الأعراض كوفيد 19. نعم، وضحت الصورة. أنا الحقيقة بشكرك كالعادة على هذه المداخلة القيمة. كنت ضيفي عبر سكايب من العاصمة الإيطالية روما، الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية.